لسه في اجواء الكره الانجليزيه وبالتحديد مع فريق نادي تشيلسي اللنداني اللي حقق امبارح فوزه الاول في الدوري الانجليزي الممتاز بعد ما كسب طبعا ضيفه لوتون تاون الانجليزي 3-0 في افتتاح الجوله الثالثه في البريمير ليج. سجل اهداف في تشيلسي رحيم ستيرلينج هدفين في الدقيقه 17 والدقيقه 68 ونيكولاس جاكسون في الدقيقه 75. تشيلسي رفع رصيده الى 4 نقاط في المركز الثامن مؤقتا من فوز وتعادل وخساره. نادي تشيلسي بيحقق اول فوز ليه على ملعب ستانفورد بريدج من يوم 4 مارس الماضي وده بعد 8 مباريات متتاليه تعادل في 5 طبعا وخسر في 3. النهارده في 6 مباريات في الدوري الانجليزي ابرزها مواجهه ارسنال وفولام الانجليزي وبكره ان شاء الله هتتختم الجوله الثالثه بلقاء قوي جدا بين نادي نيوكاسل يونايتد ونادي ليفربول الانجليزي.